أهلا بكم. موسم جديد وانتقالات ساخنة تنتظرنا كالعادة. الميركاتو المحلي والعالمي سيكون مغايرا للموسم القادم. تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم سيكون لها تأثيرها بلا شك على سوق الانتقالات العالمية والمحلية. التأني والتفكير الدقيق قبل الإقدام على أي خطوة أو تعاقد مع أي لاعب أو مدرب، نقاش يجب على أنديتنا الأخذ به. فكثيرا ما كانت فرقنا تتعاقد لمجرد التعاقد دون استراتيجية واضحة أو خطة طويلة المدى تضمن الاستفادة القصوى من هذا التعاقد. هنا وعلى طاولة برنامج ميركاتو وللموسم الخامس على التوالي نعدكم أن نضعكم بقلب الحدث وننقل لكم جميع إيجابيات وسلبيات سوق الانتقالات المحلية أولا وبعدها العربية والعالمية. وضعنا خطة متكاملة لتوفير تغطيات حصرية لمشاهدي قناة الشارقة الرياضية. ضيوفي في مختلف الحلقات تم تقسيمهم وفق بناء دقيق يدمج بين النقد الرياضي والتحليل الفني. لذلك يسرني باسمكم الترحيب بالدكتور والمدرب عبد الله مسفر. مرحبا بك دكتور. مرحبا وكل عام وانتم بخير والمشاهدين، ويعني سعيد اني ابدا وياكم الموسم وان شاء الله اتمنى توفيق الجميع. يا هلا وسهلا بك. ايضا ارحب بالناقد الرياضي الاستاذ سامي امام. مرحبا بك بالبطوله. مرحبا بك وكل عام وانتم بخير وجميع المشاهدين ان شاء الله، وموسم ان شاء الله مميز وجيد للبرنامج وللانديه ايضا باذن الله، هذا ما نتمناه. سريعا نستعرض لكم عناوين الحلقه الاولى من الموسم الخامس لبرنامج ميركاتو، والبدايه ستكون مع ملف حامل اللقب الملك الشرجاوي والذي يعد العدة للموسم الجديد من عروس الساحل الشرقي. بعدها نرحل لنستعرض أبرز الأحاديث المتداولة في سوق الانتقالات العالمية قبل أن نختم الحلقة مع ملف عزوف اللاعب الإماراتي عن الاحتراف الخارجي. ميركاتو ساخن للملك قبل أن يبدأ. ملفات عديدة انتظرت الحل من إدارة العجلة في الشهور القليلة الماضية. التجديد للعنبري وإغلاق ملف أروى بارينا قبل الدخول لسوق الانتقالات والتعاقد مع الثلاثي الضنحاني وباوزير ودرويش. بطل آخر نسخة من دور الخليج العربي نادي الشارقة الذي عاد إلى الواجهة مجددا في المواسم الماضية بعد تتويجه بعدة ألقاب أهمها درع الدوري بجانب حصد لقب السوبر مطلع الموسم المنصرم على حساب شباب الأهلي، ليشكل بذلك الملك عودة قوية في الساحة المحلية. والسبب الأبرز بلا شك نهج الإدارة في السنوات الماضية في اختيار التعاقدات، وعلى رأسهم أفضل لاعب أجنبي إيغور كورنادو. بوصلة التعاقدات للملك إلى الآن اتجهت نحو فئة المواطنين. خالد باوزير نجم نادي الظفر السابق والذي استطاع معه الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ فارس الغربية، بالإضافة إلى مشوار كبير للفريق في الدوري لتعتبر بذلك صفقة لاعب الوسط الجديد والتي تمتد لثلاثة مواسم في مكانها. لكن عجلة التعاقدات بالنسبة للملك لم تتوقف عنده، لتتجه أنظار الإدارة إلى مركز الظهير الأيمن الذي دعمته بالتعاقد مع الشاب خالد الضنحاني قادما من نادي الوحدة لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى اسم آخر لكن هذه المرة بالنسبة لمركز حارس المرمى وهو درويش محمد قادما من نادي حتى. ثلاثة تعاقدات للشارقة إلى الآن لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، مع وجود مركز شاغر في الهجوم بعد أن تخلى النادي عن خدمات لاعبه السابق ريان مينديز الذي اتجه صوب القلعة الزرقاء تاركا خلفه فراغا ليس بالقليل وهو الذي كان أحد ركائز الفريق في الموسم الماضي. We'll be right back.
دكتور خلني ابدا معك، ما مر به الشارقه خلال الفتره الماضيه او الشهور القليله الماضيه لم يمر به اي فريق اخر، على اعتبار ان حصل على ملف ثقيل مع قدوم الاداره الجديده، وهو الاشكاليه اللي حصلت مع المدرب اروابرينا والمدرب العنبري. كيف ترى تعامل الشارقه وادارته مع هذا الملف؟ والله شوف هو يعني انا ما احب اتكلم عن اللي خاصه اني انا مدرب، ولكن المساله يعني انا مو وجهه نظري يعني، ومن انا من الناس اللي تفاجئوا بقرار الاداره التعاقد مع اروابرينا مدرب قد يكون قدم مع الفرق اللي دربه، قدم مستوى فني جيد ولكن لم يقدم البطولات، عكس العنبري اللي في فتره قصيره قدر يرجع شارجه للواجهه، واللي قدر في خلال موسمين، ان الموسم الاول وبدايه الموسم الثاني نجيب له بطولتين. فمن الصعب انك انت تتخلى عن مدرب بنى لك فريق وما زال في عمليه البناء وتي في هالوقت وبعد تحقيق البطولات تغير. كان مفاجاه لاغلب الناس الموجودين، اغلب المتابعين، لان السبب من وجهة نظري أنه غير مقنعة في عملية التغيير. أنت لما تغير يجب أن يكون سبب مقنع. إذا جيت تتكلم محترم الأروابرين، هل الأروابرين أفضل من العنبري؟ هل أنت قيمته يعني لو قلنا نحن جبت أنت في تاريخ مواجهاتهم مع الاثنين العنبري متفوق. تفوق نعم. ايه فحتى لو أنت جبت اسم كبير وقلت أنا أبغي الاسم الكبير، ولكن العنبري ناجح. حقق لك اللي انت تبغيه، وحتى الموسم الماضي سبب تردي بعض النتائج يعني او النتائج الغير جيده للفريق كانت بسبب الاصابات، كثره الاصابات تعرض للفريق. ولا تنسى ان ايضا قرار الاداره كان هو سبب في المشكله بعدم الحفاظ على سواريز كمهاجم واستبداله، وهذا خلق مشكل بالإضافة إلى إصابة إيغور. وإيغور لا تنسى أن الموسم قبل الماضي كان هو أفضل لاعب في الدوري، اختاروا أفضل لاعب في الدوري. فأكيد لاعب بحجم إيغور يجب أن نحن ننظر الموضوع من كمستوى فني. اللاعب هذا له ثقل كبير في الفريق، فأكيد الإصابة تنعكس على الفريق ولها. فموجهة نظري أنا أن يعني قرار ما كان متقبل من اغلب مشجعين الشارجه، وحتى الساحه الرياضيه ما كانت نظرت له بانه قرار يعني مشجع. التغيير الشارجه بدا يرجع للواجهه، بدا يروح في الطريق الصحيح، فكانت مفاجاه بالنسبه نعم في الوقت اللي لم يكن فيه ابو البتول الشارقه، واحنا متفقين انك كعناصر الشارقه ليس الافضل في الدوري، لكن العنبري خلق منظومة مميزة جدا قادتها للتتويج، إعادة الشارقة إلى منصة التتويج. قرار تغيير المدرب كان له تبعات، إحدى التبعات حل مجلس الإدارة كاملا والإبقاء على المدرب وإنهاء ملف أروابرينا. هو صح، يمكن احنا لما سمعنا بالمفاوضات كان عندنا حلقة حتى في البرنامج، أنا توقعت قلت التفسير الوحيد أنه إدارة الشارقة تتجه للبحث عن مدرب إذا كان العنبري قد تلقى عرض لتدريب المنتخب وهو أعرب عن رغبته بذلك. هذه الحالة الوحيدة اللي تجعل الإدارة تتجه، ورغم أنه في نفس الحلقة مسؤول من الإدارة السابقة طلع بالبرنامج نفى، قال لا توجد أي مفاوضات والعنبري باقي، وطلع هم موقعين أصلا. فبالفعل أتفق مع كلام الدكتور أنه العنبري كان صاحب مشروع. تحقق الفوز باللقب بالموسم اللي فاز فيه الشارقة قبل الموسم الملغي، ولم يكن الشارقة هو الأفضل، حتى الجميع كان يراهن أن الشارقة سيسقط في المرحلة الثانية لأنه ليس لديه احتياط كافي. صحيح. والعنبري ومجلس الإدارة استفادوا من كأس الخليج العربي لتهيئة عدد من اللاعبين الشباب اللي طلع منهم أظن عمر جمعة ولاعبين آخرين، فادوا تم استفادة منه في الموسم الثاني. إذن حتى وهو لم يكن يمتلك عناصر استطاع مع الطاقم الفني ومجلس إدارة مش السابق الأسبق أن يجدون حلول. الآن هو فاز بالدوري، الموسم اللي بعده لم يكن هو المتصدر أو حتى ثاني. قل لي من الفرق اللي فاز بالدوري لموسمين متتالية؟
كل الفرق نعم. تفوز بالموسم والموسم الثاني تعاني لسبب عندك المنافسين. أنت بعد ما أخذت منهم لقب الدوري راح يضخون مال وجهد واستقطابات حتى يعطلوك في الموسم اللي بعده، وهذا حق. وحدث مع الفرق كلها، مع العين، وحدث مع الجزيرة، ومع شباب الأهلي، حدث معهم كلهم. تفوز بالدوري الموسم الثاني تعاني. فالشارقة لم تكن بدعة أنه الفريق يعاني في الموسم الثاني، ولم يكن بعيدا جدا، تعرض إلى بعض الإخفاقات بسبب إصابات، بسبب انتقال. تغيير المدرب في هذا الوقت وكأنك تريد أن تقول أنه أنا كان هدفي الفوز بالدوري الموسم الثاني والعنبر فشل، وهذا غير صحيح. لأنه لا يوجد فريق يدخل ويضع شرط مجلس الإدارة على المدرب أن تفوز بلقب الدوري. هناك تغييرات على مستوى الإدارة الفنية في، ما أقول في إدارة الشارجة، في أغلب إدارات أنديتنا ما تفهم شو الهدف الأساسي منها. بالضبط. أنت عن ماذا تبحث؟ وين الاستراتيجية اللي أنا أبحث عنها لسنوات طويلة؟ وين الاستقرار الفني؟ أمور كثيرة بعود الحديث عنها أنا بلبتول، لكن قبل ذلك خلنا ننتقل لفندق الأوشيانك في مدينة خورفكان، حيث يقيم فريق الشارقة المرحلة الأولى من استعداداته للموسم المقبل مع الزميل علي. تفضل علي. مساك الله بالخير زميلي خالد الحمادي، طبعا ومسي على ضيوفك المتواجدين معاك في الاستديو. طبعا احنا متواجدين في عروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان، حيث إقامة معسكر أو مكان إقامة فريق الشارقة في هذا المعسكر في المرحلة الأولى، وبالتحديد في فندق الأوشيانيك. يمكن نحن تواجدنا في الفترة المسائية اللي هي فترة العصر أثناء التمرين اللي بدأ في الساعة الخامسة تقريبا، خامسة والربع. يمكن كان التواجد كبير من اللاعبين، يمكن شاهدنا بس غياب الحسن صالح وأيضا غياب خالد باوزير المتواجد طبعا مع المنتخب الوطني. الفريق يمكن شاهدنا الأجواء جدا جميلة بين اللاعبين، يمكن جميع اللاعبين مركزين في هذا التمرين وأيضا في هذا المعسكر. يمكن هذه هي مبشرات أو مؤشرات تدل على استعداد فريق الشارقة بشكل جيد لهذا الموسم بعد التوقف اللي كان اضطراري في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا. يمكن الكابتن عبد العزيز العنبري أيضا بالعمل مع الاستاف أيضا المدربين المساعدين مع الفريق، كان الجميع فعلا يقومون بدورهم من خلال أداء التدريبات أو من خلال تجهيز التدريب. أيضا اللاعبين جميعهم كانوا متواجدين. من ناحية الأجانب شاهدنا أيضا الأجانب كايو أيضا وإيغور كورنادو العائد بعد الإصابة، يمكن غياب لفترة طويلة اشتاق للملعب، وأيضا الجماهير جماهير الملك الشرجاوي اشتاقت لكايو، إلى جانب أيضا وجود شكاروف يمكن انضم مؤخرا للفريق بعد عودته من بلده. يمكن شاهدنا اللاعبين المقيمين أيضا اللاعبين المواطنين، الجميع كان موجود في الحصة التدريبية، إلى جانب أيضا اللاعبين المنضمين الجدد خالد الضنحاني أيضا وأيضا درويش الحارس القادم من حتى. يمكن يعني كل المؤشرات تدل على استعداد فريق الشارقة لهذا الموسم، يطمحون من خلال تواجدهم في هذا المعسكر إلى تحقيق نتائج إيجابية. لا ننسى أن الاستحقاق القادم لفريق الشارقة هي استمرار مبارياتهم في دوري أبطال آسيا، وأيضا المنافسة على كأس السوبر في بداية الموسم لهذا العام موسم 2020-2021، استكمالا إلى مسابقة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وأيضا المنافسة المهمة أيضا لتعتبر للملك الشرجاوي اللي يعتبر هو البطل الأخير لآخر نسخة من الدوري، يمكن يسعون إلى الحفاظ على درع الدوري. يمكن في الفترة القادمة خالد راح نلتقي بمشرف الفريق أحمد مبارك أيضا وباللاعب عبد الله غانم، راح نتعرف بشكل أكثر وبتفاصيل أكثر عن استعداداتهم لهذا الموسم وطموحاتهم، وأيضا تواجد اللاعبين الجدد للفريق، ما هي الإضافة اللي سيقدمونها للفريق.
بنعود لك بإذن الله خلال هذه الحلقة. شكرا لك علي. على جانب آخر وفي إطار تحضيرات الموسم المقبل، أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر تويتر عن تنظيم دورة رباعية ودية بمشاركة اتحاد كلباء وخورفكان وعجمان خلال الفترة من 18 إلى 27 من أغسطس الجاري، حيث سيستضيف أستاذ خالد بن محمد بالشارقة مباريات الدورة. دكتور، خلني أنتقل إلى الجانب الأهم وخلنا نتكلم في الشق الفني طبعا، بما أنك متخصص في هذا الجانب. اليوم الشارقة لم يحسم ملف اللاعبين الأجانب، خصوصا مع الأنباء المتواردة بين فترة وفترة عن مفاوضة لاعب معين أو حتى قدوم أو رحيل لاعبين، بالإضافة إلى الاستغناء عن واحد من العناصر الأساسية كان في فريق الشارقة هو ريان مينديز. نعم، ما خلني ارجع لفريق الشارقه في السنوات، في السنتين اللي فاتوا وقبل البطوله، الشارقه كان يعني اختيارات اللاعبين حسب المراكز اللي محتاجينها، وبدا يبني الفريق ويسكر الخانات اللي هو يحتاجها، وتوفق بشكل كبير في اختياراته للاعبين المحترفين، وكان سبب رئيسي في 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 تحقيق البطوله تألق اللاعبين المحترفين وانسجامهم مع بعض. بعد الموسم البطولة، الموسم الملغي، احنا لاحظنا المشاكل اللي بدأت تواجه الفريق في نوعية اللاعبين المحترفين أو اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق. فكان واضح جدا الفريق محتاج إلى لاعب في مركز رأس الحربة الصريح، لأنه هو كان دائما يعاني في إنهاء الهجمة خلال الموسم الماضي. وجود عناصر مثل إيغور وشوكروف، اعتقد من أعمدة الفريق في الوقت الحالي، من الصعب الفريق انه يستغنى عنهم. البناء عليهم ممكن مع رأس الحربة. الكلام الآن هو يدور ما بين، هو طبعا رأس الحربة عنصر يعني اول لاعب يجب السعي لاستقطاب لاعب على مستوى عالي ولاعب بامكانه ان يتناسب باسلوبه مع فريق الشارقة. لكن لم يحسم حتى لحظه، لم يحسم على بعد اليوم. احنا كم باقي لنا على بدايه الموسم؟ انا اكمل. نعم. اليوم نحن في الوضع اللي صاير في على مستوى العالم، واغلب الانديه مع تاخر البطولات او تاجيل البطولات، في بطولات قليلة تم إلغائها، ولكن أغلب البطولات على مستوى العالم استمرت. أغلب الفرق حافظت على لاعبين، وحسب القانون، قانون اللي صدر من التفسير لانتقالات اللاعبين اللي صدر من الفيفا، يجبر الأندية الاستمرار بنفس العناصر اللي بدت فيهم الميركاتو الشتوي إلى نهاية موسمه. فمعناه أن الفرق اللي بتستغنى عن لاعبين في الفترة هاي، معناه أنه بتستغنى عن لاعب غير محتاجة له. وهذا اللاعب معناه ما بيفيد الشارجة. الشارجة محتاج النوعية الجيدة من اللاعبين. فالشارجة أعتقد أنهم هم في الوقت الحالي ينتظرون نهايات المواسم الأخرى في الدول الثانية، وأكيد هم نظرهم على يعني أكيد في فوكس على عدد محدد من اللاعبين حسب المعلومة اللي عندي، ولاعبي على حسب اللي سمعته لاعبين على مستوى عالي جدا. استغنوا عن مينديز، ولكن الكلام اللي يدور حاليا الاستغناء عن كايو. الاستقطابات كانت زينة بوجود لاعب مثل باوزير، لأنه كان عانى الفريق بعدم وجود لاعب صانع ألعاب مكان إيغور وقت الإصابة، المركز اللي يجيده باوزير، وايضا باوزير يجيد اللعب على الاطراف. فانت يعني اعتقد في الاستقطابات نجحوا بشكل كبير في اختيار لاعب مثالي يتناسب مع الطريقه اللي يلعب فيها الفريق. كايو لاعب ممتاز، ولكنهم الكلام الان لا يدور عن الناحيه يعني، او اللي يتكلمون الكل الاداره ما يتكلمون عن الناحيه الفنيه، الكل يتكلم عن الراتب العالي. فهل لا الراتب العالي هو العقبة؟ إذا كان المستوى الفني عالي لا يجب أن نحافظ على اللاعب. أعتقد لكن إدارة الشارقة ما بين نارين دكتور، ما بين التأني
في اختيار اللاعب اللي راح يمثل الفريق وراس حربة بيكون في فريق الشارقة للموسم المقبل، وانت تبحث في هذه الظروف عن لاعب مميز وصعب في المقابل انت بين نار اخرى، ان هذا اللاعب هل راح ينسجم حتى لو يبدأ اسم كبير في الفترة الحالية، هل راح ينسجم مع المجموعة؟ هذا الكلام يعني ان لاعب يجب لاعب ان يتناسب مع المجموعه اللي عندك صحيح. ولاعب عنده استعداد، لاعب من السهل ان يتم، لكن اذا استغنيت عن كاي وجبت لاعبين اثنين هنا تكون صعوبه اكبر نعم. على اللاعبين الاثنين ان يندمجون، وانت على بدايه موسم الان، انت الوقت يحاصرك بشكل كبير، الفتره الزمنيه الحاليه اذا اليوم لو غاب عنك لاعبين اثنين في فتره الاعداد انت تخسر شيء كبير، لان فتره الاعداد هي خلاصه العمل. خل الجانب البدني، ولكن الجانب الفني، الأفكار وفلسفة المدرب توضع في هالفترة هاي، ويكون هي الفترة الأساسية. ليش فترة تحضير؟ لأن يكون كل الأفكار تصب في 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 في, في يعني الأسلوب اللي بيلعب فيه الفريق، وعقلية المدرب تنتقل للاعبين عن طريق فترة الإعداد هاي. بعدها الموسم يبدأ عملية اللي هو تصحيح الأخطاء خلال المباريات، والعمل على تطوير بعض اللاعبين وتطوير بعض المراكز وتطوير بعض أساليب اللعب اللي اتخذها الفريق، لأن مع المباريات تبدأ الأمور تتضح لك كمدرب أنك أنت بديت تواجه مشاكل، وأن حتى اللي بنيت على أفكارك اللي بنيتها يجب أنك تعدله، فتبدأ في تعديله. فأهم فترة حاليا، إذا أنا وجهه نظري، خلني انا ما ندعوه بالله، ولكن وجهه نظري ان 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 كايو يستمر، لان لاعب مؤثر وثقيل في الملعب، وخاصه بعد غياب مانديز، وسرعه انهاء اجراءات جوميز. شوف جوميز صحيح انه هو عقده موجود، ولكن جوميز ما قدم نفسه الموسم الماضي. انت مطالب انك تتخلص من جوميز في وقت الحال. جوميز زين، ايهما افضل؟ انت محتاج راس حربه، جوميز المراكز يلعب فيها راس حربه، هل بامكانه يلعب مكان كايو؟ صعب. انت الاسلوب اللي تلعب فيه، يلعب الشارجه 4-4-2-3-1. اذا استغنيت عن كايو معناه عندك راسين حربه، بيكون اذا في حاله تعاقدت ويا لاعب راس حربه ثاني واستغنيت عن كايو، اما جوميز اذا لو استغنيت عنه ممكن تستبدل بلاعب مهاجم اخر نعم. واعتقد انه ما قدم شيء الموسم نعم. بتكلم عن وجود الشارقه في سوق الانتقالات، لكن قبل ذلك القرعه في هذا الموسم كانت مغايره وبدرجه كبيره للابيض الملكي، مواجهات قمه بالإثارة والندية تنتظر الشارقة في مشوار بداية الدوري، وبعدها شهر حافل بأربع مباريات مصيرية في دوري أبطال آسيا. الشارقة يحتاج للتركيز والإعداد البدني المكثف قبل الدخول لغمار المرحلة الحاسمة في شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. رحلة الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي بالنسبة للبطل ستكون من محطة الساحل الشرقي، حيث مواجهة نادي الفجيرة موقعة تعتبر سهلة على الورق بالنسبة للملك، نظرا للمواجهة التي ستتبعها لقاء من العيار الثقيل في الجولة الثانية يستضيف فيها الشارقة نادي الوحدة بذكريات لقاء حسم اللقب بالنسبة للملك. البداية الصعبة على ما يبدو هي العنوان الأبرز للبطل، حيث المواجهة الثالثة يحل فيها الملك ضيفا على الزعيم في كلاسيكو الكرة الإماراتية، لكن ما إن تنتهي مواجهة السد هزاع إلا ويدخل الشارقة لقاء صعب آخر، وهذه الجولة أمام الظفرة. لكن سلسلة البداية الصعبة لم تنتهي بعد، الجولة الخامسة ستكون شاهدة على لقاء الجزيرة هناك في العاصمة، لتستمر الحكاية بجولة أخرى وهذه المرة أمام النصر في قمة مواجهة الجولة السادسة، ليرحل بعدها الملك لمواجهة خرفكان الذي حقق فوزه الأول في الموسم الماضي على حساب جاره، ليعود بعدها بلقاء صعب أمام شباب الأهلي هنا في الشارقة. البداية الصعبة لن تقتصر على الدوري، فالنظام الجديد لبطولة كأس الخليج العربي ستضع الشارقة في مواجهة ربع النهائي، حيث سينتظر فيها الملك الفائز من مواجهة الوحدة والوصل، لتكون بلا شك نسخة مثيرة بنظام خروج المغلوب. إذن هذه البداية بالنسبة لبطل دوري الخليج العربي، والتي ستحدد بلا شك طريق الملك هذا الموسم نحو الألقاب.
نعود مجددا للزميل علي العليلي المتواجد في معسكر فريق الشارقة في مدينة خورفكان، إليك الكلمة علي. حياك الله من جديد زميلي خالد الحمادي، طبعا يتواجد معي في هذه الأثناء أحمد مبارك مدير فريق الشارقة. أبو مبارك نحن نرحب فيك على قناة الشارقة الرياضية، ونحن نشكركم على هذا الاستقبال وهذه الضيافة، ونتمنى لكم التوفيق في هذا الموسم. لكن أبو مبارك خبرنا وشيء المراحل اللي مريتوا فيها إلى وصول هذه المرحلة، وأيضا المراحل القادمة من المعسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أحب أشكركم على وصولكم لخورفكان يعني تغطية فريق نادي الشارقة. طبعا الاستعدادات بدأت قبل 3 أسابيع عندنا هناك في الشارقة، اللي كانت عبارة عن لياقة، وكان تمرين على فترة واحدة اللي هي فترة المسائية. وحين بدأنا المرحلة الثانية اللي هو المعسكر، بيكون مدة 2 أسبوع، بداية من المعسكر هذا اللي في خورفكان أسبوع. طبعا انتهز الفرصة واشكر نادي خورفكان، صراحة مو مقصرين، قدموا لنا كل اللي احنا نبغيه واكثر بعد، واحنا اشكرهم من خلال منبر قناة الشارقة الرياضية لهم كل الشكر. ونقول لك المرحلة الثانية عندنا أسبوع الجاي بعد، فهنا بتكون تقريبا 2 أسبوع يعني، اللي هي تمارين صبح ومساء عشان رفع اللياقة البدنية للاعبين وتقوية تمارين الجيم يعني الحديد. عندنا المرحلة الثالثة إن شاء الله بتكون من تاريخ 18/8 لمدة 9 أيام، اللي هي بطولة الودية مع الأندية أو الفرق اللي موجودة مثل اتحاد كلبة ونادي خورفكان ونادي عجمان إن شاء الله، وشاكر لهم الدعوة هذه أنهم بيكونون مشاركين معنا، وإن شاء الله نتمنى الاستفادة لجميع الفرق. يمكن هذه موضوع البطولة أو الدورة الرباعية، يمكن هذه تحسب لكم أنتم كإدارة نادي الشارقة، تجهيز الفريق أيضا حطيتوا كل تركيزكم بأنكم أنتم راح تشتغلون هنا، عكس بعض الفرق نحن نعرفها أنه ما زالت تسعى إلى تنظيم معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية أو العربية. يمكن أنتم ركزتوا كل التركيز وخلاص أغلقتم ملف أنه يكون معسكر خارجي. والله شوف طبعا في ظل هذه الأزمة لابد أن يكون عندك أنت بلان ثاني، ورئيس الشركه الاستاذ عبد الله العجله جلس مع المدرب عبد العزيز العنبري، واحنا كنا موجودين، اقترح يعني هالفكره هذه اساس ان احنا نقدر نغطي اعداد الفريق بشكل ممتاز، يعني مو بجيد جدا وبس، بشكل ممتاز. فارتا السيد عبد الله العجله اساس ان يكون البطوله الوديه هي الاستفاده الاكبر خلال يعني مباريات شبه رسميه بتكون، فلذلك يعني المدرب بالعكس يعني اثنى على الفكره هذه ووافق عليها على طول يعني، وبدينا يعني نبلش يعني في الموضوع هذا، وان شاء الله يعني الفرق هذه تكون جاهزه لغايه تاريخ 18/8، وان شاء الله نستفيد منها كلنا يعني. الاهم من هذا كله هو ملف الاجانب وايضا ملف التعاقدات. يمكن فريق الشارقه دائما يطمح للافضل، ونحن اعتدنا على ان دائما يعني برئاسه شركه كره القدم عبد الله العجله دائما تكون هناك في صفقات ثقيله، مثل ما تم استقطاب فيها شكاروف وايضا ايغور كورنادو، ريان مندس صحيح انه غادر لكن كايو ما زال الباقي، يمكن غوميز ما زال موجود مع الفريق. لكن الجماهير تتساءل هل تم اغلاق ملف اللاعبين المواطنين وايضا الاجانب ام هناك البحث عن الافضل؟ والله شوف اخوي علي، احنا في البدايه نشكر اللاعب منديز، ريان منديز صراحه قدم يعني خلال الفتره اللي قضاها عندنا من ناحيه الاداء ومن ناحيه القتاليه يعني في الملعب ومن ناحيه الاخلاق، يعني كان لاعب في قمه المستوى والاخلاق يعني، وحن نشكره طبعا. وبالنسبة لملف الأجانب مثل ما تفضلت أنت، هو عند رئيس الشركة سيد عبد الله العجلة، وأكيد رئيس مجلس الإدارة سعادة علي سالم المدفع متابع يعني بشكل قريب مع رئيس الشركة بخصوص ملف الأجانب. أنا أتوقع يعني في تباحث يعني في الموضوع، ولغاية الآن يعني إن شاء الله عما قريب يعني راح يوصلون لنهاية الملف هذا وإغلاق الملف، لأن مثل ما تشوف أنت يعني الكل يتسارع والأيام قاعدة تمضي. أما بالنسبة للعيب المواطنين أنا أتوقع يعني خلاص يمكن سكرنا الباب واكتفينا باللعيب اللي استقطبناهم في الفترة الأخيرة هذه، وأعتقد أن في كل مركز تقريبا موجود 2 من اللاعبين، كل واحد يغطي الثاني يعني، وإن شاء الله بنفس المستوى وأكثر إن شاء الله. يمكن فريق الشارقة من خلال استقطابات اللاعبين المواطنين دائما نحن نشاهد استقطابات
نوعية مميزة أيضا بأعمار اللاعبين. عدينا شفنا خالد باوزير وأيضا شفنا خالد الضنحاني، كلاهما لعبه منتخب الشباب، كلاهما لعبه منتخب أولمبي. خالد باوزير ما زال الحين في المنتخب الأول. درويش حارس فريق حتى لعب الموسم الماضي بنسبة كبيرة من عدد المباريات. يمكن اليوم فريق الشارقة كان دائما يتخوب مركز حراسة المرمى، لكن اليوم بهذه الاستقطابات تم تطمين ايضا اللاعبين وايضا الجماهير بان الخانات هذه خلاص سديناها ويعني واكملنا ودعمنا الفريق. شوف عليه، هو لابد انك انت تفكر دائما في المستقبل للفريق هذا، فانا اتوقع يعني اختيار كان اكيد من المدرب الفريق ورئيس الشركه كان موجود، واكيد كانوا حاطين نظره مستقبليه على اساس ان تكون اعمال لعيبه متراوحه بين ال 24 و 28 على اساس يقدرون يعطونك خطة زمنية، واللي هي من 3 سنوات لين 4 سنوات الأمام تقدر تحافظ على الفريق وقوة الفريق وعطاء اللاعبين في هاي الفترة تكون أكثر يعني. فأتمنى التوفيق طبعا للعيبة اللي يو، ما نقول لعيبة إيداد، هم لعيبة موجودين ما شاء الله في المنتخبات وعندهم خبرة وكانوا في أندية كبيرة يعني. أنا أتوقع حتى أنهم دخلوا مع المجموعة لأن أغلب المجموعة هم يعرفونهم من منتخبات الناشئين والشباب، هاي بعد يعني اختصرت علينا فترة التعارف بين اللاعبين الجداد واللاعبين اللي موجودين في النادي، وكلهم اخوان ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. في سؤال من الاستديو، يمكن في اشاعات او الجميع تحدث بان لاعب فريق بريشيا ممكن يكون قريب من فريق الشارقه، ولا ما عندك هاي الاخبار؟ ما عندي شيء صدقني. اي والله انا اللي عندي كله هذا طرحته يعني موجود، وان شاء الله ما بيكون في شيء الا عبر القنوات الرسميه لنادي الشارجه او شركه كره القدم نادي الشارجه ان شاء الله. نحن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وفالكم الناموس في هذا الموسم. الله يخليك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يسلمك. ايضا زميلي خالد بيكون ويانا يعني متواصل. طبعا احنا لازم نشكر احمد مبارك على رحابه صدره وايضا حديثه اللي تكلم في كل الجوانب اللي تهم جماهير الشارقه، لكن الحين بيكون ويانا يعني عبد الله غانم. يمكن عبد الله غانم هو اكثر واحد يقدر ينقل للمشاهد للجمهور كيف هي اجواء المعسكر. يمكن هي تجربه جديده للاعبين من خلال قضاء معسكر تدريبي واعداد للموسم في الدولة، عدم الخروج، نحن نعرف أن درجة الحرارة مرتفعة وأيضا نسبة الرطوبة مرتفعة. عبد الله يعطيك العافية، نحن نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم الله يعينكم. اليوم أنا جلست وياكم في التمرين هلكنا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، منورين المكان ما شاء الله. طبعا نفس ما شفت أنت الرطوبة عالية، لكن هاي الأجواء اللي راح نلعب فيها في الدوري، فلازم نستعد من الحين. والحمد لله نفس ما شفت أنت الجدية موجودة في التمارين والشباب مو مقصرين، وتعرف لازم انت تطمح للافضل دائما، وخصوصا ان نحن مقبلين على اكثر من بطوله، عندك السوبر وكاس اسيا والدوري وكذلك كاس رئيس الدوله وكاس اتصالات، فلازم انت تكون محضر نفسك حق كل هذه الامور. عبد الله يمكن من الصعب جدا اليوم انك انت تعد الفريق وايضا انتم كلاعبين تخوضون معسكر لاول مره، تعتبر لكم كتجربه انتم في الفريق الاول انكم تخوضون معسكر المرحله كامله للموسم داخل الدوله، لكن هي تجربه لازم احنا نحولها بطريقه ايجابيه بحيث انكم تستفيدون منها في هذا الموسم. نفس ما قلت لك الاجواء اللي موجوده حاليا هي الاجواء اللي نفسها راح نلعب فيها في الدوري، عرفت؟ فلازم انت تحضر نفسك من الحين، والشيء يمكن يكون إيجابي إن شاء الله أن خضنا المعسكر داخل الدولة على الفريق، إن شاء الله يكون إيجابي يعني، ونحن نستمر ونحضر أنفسنا في الأجواء. صحيح أن الجو حار ورطوبة وهذا، لكن نفس ما قلت لك هذه الأجواء اللي راح نلعب فيها في الدوري يعني. عبد الله كيف تشوفون أنتم الإضافة لليوم اللي تم تدعيم الفريق فيها؟ خالد باوزير، خالد ضنحاني وأيضا درويش حارس المرمى، أعتقد فريق الشارقة يمكن اليوم هاي الاستقطابات جدا بتستفيدون منها انتم كلاعبين، حاسين بقيمه هؤلاء اللاعبين في الملعب. اكيد خالد باوزير وخالد الضنحاني ودرويش اضافه قويه للفريق، وخصوصا انهم كانوا في مستوى عالي مع فرقتهم الموسم اللي فات، وراح يكونون اضافه ان شاء الله. والحمد لله الشباب يعني قدروا يتاقلمون مع الفريق باسرع وقت، واكيد راح يكونون اضافه يعني للفريق. عبد الله نحن نشكرك، نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله في هذا الموسم يكون موسم خير عليكم ويكون تتويجكم للمرة الثانية أيضا بالدوري خلال الموسمين هايلة إن شاء الله. الله يكتب اللي فيه الخير، والشباب أكيد ما راح يقصرون وراح نعطي كل اللي عندنا إن شاء الله، ونستمر في المقدمة إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. معين إن شاء الله. تسلم حبيبي.
إذا زميلي خالد الحمادي، مثل ما سمعنا هذا حديث أيضا اللاعب عبد الله غانم، يمكن عبد الله غانم تحدث وأجاب على جميع الأسئلة أيضا قبل أحمد مبارك، يمكن الإجابة هي ليس للإعلام، هي أيضا لجماهير الشارقة اللي تتساءل عن الكثير من المحاور، الكثير من الأشياء اللي تهمهم، فريقهم يبون يطمنون عليه، هذا ونحن طمناهم من هنا من المعسكر. دائما جماهير الشارقة بعد عودة الفريق لمنصة التتويج بلقب الدوري علي لابد أنها تنتظر الكثير من هذا الفريق، وأيضا على مستوى الإدارة الجديدة للنادي. شكرا لك علي، كان معنا زميل علي العليلي من فندق الأوشانيك في مدينة خورفكان، حيث يعسكر فريق الشارقة في مرحلة أولى من الإعداد للموسم المقبل. اللي ما قدرت أفهمه أنا بالبتول أن الشارقة تعاقد مع الحارس درويش محمد قادما من حتى، وأيضا في المقابل رحل عن الفريق أحمد محمود ديدا إلى حتى، وهو الذي كان معك في الفترة الماضية. إذن لما هذا التغيير طالما أن الفريق عاش وياك أيضا ديدا فترة التتويج بلقب الدوري؟ هو طبعا الانتقالات تعتمد في جزء كبير منها على رغبة اللاعب نفسه. أنت تعرف لما عندك يعني مثل حارس مثل عادل ممتاز ويعني أساسي معظم الموسم، هو اللاعب الأساسي، الحارس البديل يقبل بالدور الذي يمنح أو لا يقبل؟ أحيانا اللاعب هو يطلب الانتقال لأنه يريد يأخذ فرصته أن يلعب بشكل أساسي، حارس آخر أو لاعب آخر ممكن يكون مدافع هذا ينطبق عليه، يقبل أن يلعب مع نادي كبير ويقبل بدور صغير لأنه هذا الدور الصغير ممكن يتحول في وقت من الأوقات إلى دور كبير، إصابة اللاعب الأساسي، استدعاء منتخب وطني واللاعب الآخر البديل يلعب في كأس الخليج العربي ومنها يصعد إلى الفريق الأول. شفنا كثيرين من اللاعبين يقبل أن يكون احتياطي في فريق كبير وينتظر فرصته ويقاتل في الملعب حتى يجبر المدرب أن يعطيه الفرصة. نعم. أيضا هناك اتجاه آخر قد يكون حتى المقابل المادي، مثل رحيل ريان مينديز إلى فريق النصر حسب تصريحات إدارة الشارقة بأن كان المقابل المادي جيد، هل ضحي باللاعب إذا طالما أنه باقي على عقده موسم؟ قررت إدارة الشارقة رحيل اللاعب عن الفريق للاستفادة من المقابل المادي، في المقابل كانت هناك انتقادات كثيرة من جانب جماهير الشارقة على رحيله كونه عنصر أساسي في الفريق وكان مؤثر بشكل كبير مع الشارقة في كثير من المباريات. نعم، اللي يمسك ملف انتقالات اللاعبين يجب أن يتمتع بشيئين، خبرة المدرب والفني وعقلية التاجر مع بعض في اتخاذ القرارات، يجب أن تحسم في الناحية الفنية وأيضا الناحية المادية، لأنه أي خلل في واحد منهم ما يأثر على الآخر. نعم، هذا اللاعب يمكن أنا لا أعرف ما حدث، لكن قد يكون هناك رغبة من نادي الشارقة بالتمديد لمواسم أخرى واللاعب رفض، قال لك لا أنا أبقى بالموسم اللي يربطني بيكم معاكم خلاص، فبالتالي الإدارة هنا تفضل لا الحصول على مبلغ جيد بدل أن ينتقل مجانا الموسم المقبل. لكن يمكن يستمر اللاعب معاك هذا الموسم وخلال الموسم يقبل حتى بتمديد عقده مع الفريق إذا ما شاهد الأمور. عفوا، هي نصف موسم، إذا ما وقع معك خلاص. الانتقالات الشتوية يفاوض براحته. أنا صحيح. عندي مداخلة بالنسبة للاعب، عندي معلومة بالنسبة للاعب للحارس. الحارس 32 سنة اللي هو ديدا. فريق القادم 25 يبحث عن حارس ثاني لعادل، لأن أيضا عادل لاعب صغير في السن، فهو يحتاج إلى حارس جيد. درويش قدم مستوى جيد مع فريق حتى، فانتقال ديدا لحتى جيد لديدا، لأن ديدا بيلعب بدل أنه فقد كثير من أكيد من ناحية فنية خلال السنتين اللي لسن احتياط، وقل لا تنسى أنه قبل كان أيضا احتياط قبل ما يهم. الشيء الآخر اللي هو منديز الموسم الماضي من العلامات أو الاستفهام اللي كانت محطاي اللي هي كثرة الإصابات اللي كان يعاني من اللاعب وانخفاض مستوى الفني خلال الموسم الملغي.
فكان هذا يعني مثل ما تقول هي علامة استفهام على اللاعب، هل المخاطرة باللاعب استمرارية اللاعب مع إصاباته أو أنه إيجاد لاعب بديل، نعم. والاستفادة المادية اللي اللي ممكن يستغلونه في خاصة أنه خسروا كثير في مع اللاعب مع كايو، نعم. ممكن يحطون المبلغ هذا كتعويض للاعب اللاعب اللي هو رأس الحرب. عقلية التاجر ظهرت أكيد، نعم. معنا الفني، أنا كنت أنتظر من الدكتور العقلية الفنية. أنا أتكلم هذه اللي صحيح بعود الحديث عن هذا الجانب، لكن أبرز الأخبار والأحاديث في سوق الانتقالات المحلية والعربية والعالمية نستعرضها لكم في هذه الجولة المختارة. تنتظر أندية دورينا إصدار البروتوكول الرياضي من قبل اتحاد الكرة للانطلاق في ترتيب المباريات الودية واستكمال جاهزية اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة، حيث يفترض على كل فريق إجراء ولا يقل عن 6 مباريات. يذكر أن مباراة شباب الأهلي وحتى قد ألغيت الخميس الماضي بسبب تأخر صدور البروتوكول. عاد الجزيرة إلى تدريباته بالأمس تحت قيادة الهولندي كايزر بعد فترة الراحة التي نالها اللاعبون أثناء عيد الأضحى المبارك، في حين ما زالت إدارة فخر أبوظبي تبحث عن استكمال مقاعد الأجانب الأربع والمقيمين والاعتماد على أبناء الأكاديمية لتدعيم صفوف الفريق. تستأنف منافسات الدوري السعودي لكرة القدم غدا الثلاثاء بافتتاح الجولة 23 رغم معاناة أغلب الفرق من غياب لاعبيها بسبب انتهاء عقودهم، فيما تختتم الجولة بديربي الرياض بين الهلال ووصيفه النصر. أعلن بارتيميو رئيس نادي برشلونة عن بقاء المدرب سيتين الموسم القادم وعبر عن دعمه واستمراره مع الفريق الكتالوني، في حين أكد أن صفقة لوتارو وعودة نيمار إلى البارسا قد توقفت في الوقت الحالي. تجنب فريق جنوى الهبوط لدور الدرجة الأولى الإيطالي بعد فوزه على هيلاس فيرونا 3 أهداف نظيفة. يذكر أن المباراة شهدت خلال الشوط الثاني إشهار 4 بطاقات حمراء. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر مدربه فرانك لامبرت غياب سيزار أزبيليكويتا والأمريكي بوليزيتش عن إياب الدوري الثاني لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونخ بسبب الإصابة. تألق لكرتنا الإماراتية ورغم وصافتنا لآسيا وحصولنا على لقب أفضل دوري في القارة لعدة مواسم ناهيك عن احتكار لاعبينا على الجوائز الفردية في القارة لعدة مواسم، إلا أن اللاعب الإماراتي ما زال غائبا عن مشهد الاحتراف الخارجي. أسباب عديدة تجبر نجوم الكرة الإماراتية على الاكتفاء باللعب في الدوري المحلي. برنامج ميركاتو يقدم إحصائيات دقيقة عن ملف الاحتراف الخارجي للاعب الإماراتي في سياق التقرير التالي. 8 لا بل 5 أو بالأحرى لا يوجد، هو لاعب واحد وبالصدفة وفي لاتفيا. أين الاحتراف الخارجي عن اللاعب الإماراتي؟ لماذا دائما توجه لاعبين الدور المحلي فقط؟ أمثلة عديدة في دول مجاورة تثبت أهمية هذه النقطة في صقل خبرة اللاعبين لتحقيق الإنجازات القارية وطموحات الجماهير. نعم هنالك تنازلات يجب أن تقدم، الراتب العالي للاعب الإماراتي محليا والذي يتفاوت ما بين 25,000 درهم إلى قرابة المليون درهم شهريا عند البعض، هو العامل الأساسي الذي قاد لاعبين للبقاء في دور يفقد مقاعده الآسيوية عاما تلو الآخر. أين هي الحلول إذن؟ ولماذا التكبر عن الفرق المتواضعة في القارة العجوز والتي تقدم عروضا ربما لا تشفع للاعبين لكنها نقطة بداية لقادم أفضل وأكثر إشراقا؟ أجل هذه العقلية غائبة وبدرجة كبيرة، فمن هو السبب الأول فيها؟ هل هي إدارات الأندية أو اللاعب نفسه والذي يتأثر بالقيل والقال؟ إسماعيل مطر والذي يعتبر من أساطير الكرة الإماراتية ولا خلاف على ذلك، وبتصريح منسوب إليها في عام 2017 أكد أنه تمنى الاحتراف في الخارج ولو ب5 دولارات، ولكن ما الذي منعه من تحقيق حلمه هذا؟ مجلس الشارقة الرياضية حاول تفعيل تجربة الاحتراف الخارجي للاعب الإماراتي باتفاقية مع نادي ليغاناس الإسباني، في حين حتى اليوم لا نعلم الكثير عن هذه التجربة ومؤشرات تحقيقها للأهداف المرجوة من عدمها.
الأرقام الخاصة ببرنامج ميركاتو تؤكد أن ومنذ العام 2005 حتى اليوم هنالك قرابة 12 لاعبا فقط خاضوا تجربة احترافية في الدوريات الأوروبية والخليجية، وعبد الله الكمالي الذي احترف كأول عربي في الدوري البرازيلي، بينما يواصل عبد الرحيم أهلي في هذه الأيام رحلة المغامرة مع فريق سبارتاكاس يورمالا لاتفيا. الأماني كبيرة والرغبة جامحة في أن نرى لاعبين يقارعون في الدوريات الأوروبية، لكن هذا لن يتحقق دون خطة ونهج استراتيجي تشترك في حلقة تطوره الاتحاد والأندية واللاعبين بالإضافة إلى الأقارب. وللحديث أكثر مع النجم الإماراتي الذي اختار اللعب في الدوري اللاتفي عبد الرحيم أهلي، مرحبا بك عبد الرحيم ويا أهلا وسهلا بك. أول شيء كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم وأشكر قناة الشارجة على الاستضافة. وأنتم بخير، كيف العيد في لاتفيا؟ ماشي عيدي بس نحاول نكون بعض. يعطيك الصحة والعافية. خلني أبدأ معك عبد الرحيم، من اللي حفزك لأنك أنت تختار دوري مثل الدوري اللاتفي؟ والله أول شيء صراحة أنا ما كنت أعرف عن الدوري اللاتفي، وصديقي وجد الشاذي يعني هو اللي يعرف الوكلاء الأعمال في أوروبا، قال لي عبد الرحيم كبداية أفضل عن تروح من الدوري الكبير مثلاً، من تحاول تحس من الصعوبة فلازم تبدأ من الصفر يعني. نعم، أنت حالياً عبد الرحيم 25 سنة، أكيد حطيت لك هدف من بعد الاحتراف طالما أن عقدك مع الفريق اللاتفي اليوم لموسمين، شو هي أهدافك للفترة القادمة؟ والله أنا حاط بالي أن مثلاً أكمل السنة لي أقدر أروح مثلاً دوري أقوى شوية يعني أشوف مستواي كيف في المرحلة الحالية، أقدر أقيم نفسي إن شاء الله. كم مباراة لعبت مع الفريق عبد الرحيم؟ والله حالياً لعبت 3 مباريات لأن أنا كنت متأخر فترة التوقف، تعرف الدولة ما خلت من المواطنين يسافرون، والنادي بدأ التمارين يمكن شهر ونص وأنا كنت في الثاني يعني. قدرت تنسجم مع مجموعة، وبعدين في مشكلة ثانية هي تحدي آخر طبعاً، تحدي اللغة، كيف يتم التواصل بينكم؟ أول شيء صراحة يمكن أن يمكن فوق 9 دول يمكن 6 جنسيات يعني يمكن من نيجيريا، غانا، أوكرانيا، لاتفيا، فنلندا، مولدوفا. نعم. فعندنا من جميع الجنسيات ونحاول نستدعي بعض. أنا عشان أكون صادق وصريح معاك، وكلنا نعرف كشارع رياضي أن هناك كانت عبد الرحيم في تجارب كثيرة سبقت عبد الرحيم يمكن لم يكتب لها التوفيق، لكن هي خطوة جريئة وتحسب لك أنك أنت تتواجد في دوري غير معروف على ربما على مستوى قارة أوروبا، لكن الأهم أنك أنت تتمسك عبد الرحيم بتحقيق الحلم اللي كلنا إحنا كنا نتمنى لاعب إماراتي موجود في دوري كبير. صح، أنا أتفق وياك يعني لازم الواحد يضحي أول شيء من ينسجم يعني خاصة مع الحياة اللي هي غير عن اللي عندنا في البلاد، التمارين يعني وايد أشياء صراحة لازم تنسجم من أول يوم يمكن، وتحط بالك إن يعني أنت خلاص ما دام رحت يعني هالمكان لازم خلاص، مو قلنا تكمل شهر تقول عقب أرد البلاد مليت. أنت كم كملت حاليا؟ واحد يحط له هدف. كم كملت؟ أنا كملت أول شيء نحن رحنا معسكر يمكن كملنا 2 شهر في المعسكر في تركيا. وعقب ردينا فتكملت من شهر 3 إلى شهر 4. عقب رجعت البلاد وعقب رجعت شهر 6. نعم. أنت تكلمت عن التضحية، أنا بعرف عبد الرحيم شو ضحى عشان يمثل هذا الفريق اللاتفي. والله كان ضحيت بوايد أشياء، مو قلنا بس أهلي يعني ما سبيني فيهم، حتى عن جانب المادي وايد وايد صراحة، بس الواحد لازم يعني يجازف
نجرب هذه التجربه لازم يعني. نعم تعود يعني قبل انه لازم نجرب هذه التجربه. تعودت على اجواء اللعب هناك، على شو هي التحديات اللي واجهتك من بعد وصولك طبعا للفريق؟ والله اول شيء صراحه ما قدرت يعني اعرف التكتيك اللي هني، يمكن لعيبه مثلا مدير من دول ثانيه في نصهم يفهمونك في نصهم ما يفهمونك، لغه الاشاره. حتى من ناحيه الجو صراحه حتى من ناحيه الجو صراحه الجو اول ايام صراحه كنت اتنافض في الملعب يعني ما بحب الدرب يعني وايد برد صراحه. فعقب مع الايام قدرت والله ان اتسجم على الجو واللعيبه. احنا هنا كاعلام اماراتي وايضا كوسط رياضي نتمنى ان تنجح هذه التجربه، ان تتوج مجهوداتك وتضحياتك بما يحقق العائد في النهايه لكره الامارات. اخيرا عبد الرحيم، رسالتك انت لعائلتك للوسط الرياضي في دوله الامارات، شو حاب تقول لهم؟ الله اول شيء صراحه اشكر اهلي يعني على دعمهم لي، ايضا حبيت والله اني احمس اللعيبه خاصه المواطنين يعني انه نحن افضل يعني وايد يمكن اوروبيين مع احترام الاوروبيين الحاليين الموجودين كمهاره، بس نحتاج الى تغيير عقليه فقط. جميل جدا. وصلت رسالتك عبد الرحيم، نتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة مع الفريق، خصوصا أنك أنت صرت واحد من العناصر الأساسية فيه واللي يخوض المباريات بصفة مستمرة. نتمنى لك التوفيق في القادم بإذن الله، ونتمناك دائما في دوريات أكبر حتى من الاتيفي. آمين آمين يا رب. مشكورين على الاستضافة واتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. كان معنا عبد الرحيم أهلي من لاتفيا الذي يلعب في لفريق سبارتاكس يورمالا اللي يحتل المركز الثالث على مستوى الدوري اللاتفي. أنا سعيد بهذه التجربة، لكن احنا بحاجة لأن احنا ندعم عبد الرحيم. طبعا شوف أنا يعني وجه رسالة للاعب، وأتمنى أن شوف الاحتراف هو اخذ الخطوه الصعبه اللي الاخرين ما قدروا ياخذونها، ويجب ان ما يوصل للحظه من اللحظات انه يتراجع او يستسلم، وبامكان ياخذ نموذج لصلاح، لانه هو قدر ان يمر بعده مراحل وكان فيها فشل كبير، وفي النهايه شفنا كيف سطح نجمه مع ليفربول. كل لاعب ينتظر الفرصة والوقت اللي ينفجر فيه ويقدم أفضل ما يمكن. اليوم هو يعيش احتراف، يعني العاطفة غير موجودة، معناه أن المدرب الفريق واللاعبين في هناك تحدي ما بينه وبينهم. هم صحيح هم فريق واحد، ولكن في الملعب هم كلاعبين يتحدون بعض على المراكز الموجوده في الملعب، ويجب انهم يسعون لكل لاعب يبحث عن ان يكون هو الاساس في الفريق. انصحه بعدم الاستسلام ابدا، وعدم التردد، وعدم الندم على الخطوه هاي، وبينجح. الجهد يجب ان يكون مضاعف. الاحتراف يحتاج انك انت تعطي بدال 100% 200% عشان تقدر تتفوق على الاخرين. ومجرد ما تاخذ وضعك مثل ما اقول قطار يمشي. فانا يعني دكتور انت اللاعب النصيحة، انت واحد من المدربين اللي خض تجربه خارجيه مع المنتخب الاردني، لما لا نشاهد مدربين حتى على مستوى الاحتراف خارجيا، شو المشكله؟ هل يعني حتى علي انا حبيت في عبد الرحيم في حديثه ان احنا لا نقل مهاره عن اللاعبين الاجانب، احنا بحاجه للعقليه فقط تتغير. شوف انا اقول لك عن تجربتي، يعني ممكن اثرتني بشكل كبير، وكنت على وشك ان يعني ادرب منتخب اخر لولا كورونا. وما زلت الان على اتصال باحد الفرق من العشر الاوائل في افريقيا، وفي اتصال مباشر بي، واتمنى ان الله يوفقني واروح، لان هذه خطوه يعني الخطوه الاولى، وما شفته والعمل اللي اشتغلته والنتائج اللي حققتها مع الاردن
شجعتني باني انا اخذ الخطوه الثانيه اللي هي ايضا اصعب وفي دوله افريقيه مع منتخب لوزن، واتمنى ان نزل. لكن احنا ينقصنا كنا لاعبين او مدربين، ينقصنا تسويق، ينقصنا من يسوقنا. الاجانب لهم كثير يسوقونهم، وفي وكلاء لاعبين كثير يسوقون اللاعبين هنا، ولكن مين من وكلاء اللاعبين فادنا وسوق لاعبينا؟ مين اللي اخذ الخطوه بانه يعرض لاعبينه ويحاول ان يودي لاعبينه؟ تسويق كان من 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 الاتحاد مسؤول. لاعبين ما يرضون، خلنا الاتحاد غير ما يعني يقول لك عبد الرحيم تنازل دكتور عن يجب اضعاف راتبه عشان يلعب في الدوري. يجب انك تضحي، اذا ما ضحيت عمرك لا عمرك ما تنجح، عمرك ما تطلع منه. هل اللاعب اذا كان اللاعب اقول لك شيء، اذا كان اللاعب طموحه ان يلعب في الدوري ويحصل فلوس، هذا مو بلاعب كره. مو بلاعب كره، لان كره القدم عرفت بحب الكره والانتماء للكره واظهار الامكانيات والموهبه. فعندنا الجسم اللاعب عنده مشكله، نحن عندنا مشكله اكبر من هذا. العقليه الموجوده عندنا ليست فقط عقلية اللاعب نفسه، المشكلة في العائلة. العائلة ما تشجع عندنا، نحن هنا عندنا الجانب السلبي انه ما تلقى الاهل والبيت يشجعون اللاعب على انه ياخذ الخطوة. وسمعت عبد الرحيم شو قال؟ قال انا اشكر اهلي لانهم صدق هم وقفوا وياه في هذا، فهو محتاج هالشيء. النادي عندنا بس اللاعب يقول انا بروح نادي ثاني، او يا النادي يروح يغري العقد يسوي دبل. او تصريح لحمدان الكمالي كان قبل فتره انه حصل عرضين خارجين وكان يرغب بالاحتراف. والبتول كلام عبد الرحيم بان نحن لا نقل مهاره عن اللاعبين الاجانب، نحن بحاجه لتغيير العقليه المتواجده، عقليه اللاعب الاماراتي. الدكتور يقول اللي يلعب عشان المقابل المادي هو ليس لاعب كرة قدم أصلاً. هذا تعتبر ماش يعتبر دكتور؟ لا أنا لا يعني أنا أتكلم لأن حب الكرة. أنا نعم حب الكرة، ولكن أنت كريستيانو في لقاء وياه قالوا أنت ثروتك بلغت هالكثر، أنت تبحث عن الثروة؟ قال أنا أبحث عن المتعة والتألق وأكون أفضل لاعب في العالم. ثم الثروة تلقائية. صحيح. قال فهذا يشوف أكيد. حتى اللاعبين الكبار ينظرون له المنظور. طبعا إذا الدكتور تحدث عن محمد صلاح، قبل محمد صلاح يمكن كان أشهر، وقبل محرز أشهر عربي بالدوري الإنجليزي كان الحبسي. نعم. علي الحبسي. صحيح. علي الحبسي بدأ من نادي دنماركي درجة ثانية، وبدأ الدرج إلى درجة أولى، ومن النادي الدنماركي انتقل إلى دوري آخر. نعم. إلى أن يوصل، لأنه في إنجلترا لا يمكن، أو إسبانيا لا يمكن يجيك لاعب. نعم. محترفين يجي نادي يأخذك، لأنه بصراحة كل لاعبينه لا يصلحون أن يبدون مع أندية القمة. أنت بحاجة إلى موسم تتكيف به. يعني أنت كلاعب ما تنتظر أصلا لوائح الاتحاد الدولي ما تسمح لك أنك أنت تنتقل على طول للدوري الإنجليزي. نعم. تصنيفات في الاحتراف الحقيقي اللي هناك، مش احترافنا، احترافنا يعني احتراف على الورق. في الاحتراف الحقيقي ممكن اللاعب ما يسوى، ما يلعبوه ببلاش، وممكن يدفعوا له 200 ألف جنيه استرليني بالأسبوع، قياسا على مهارته، مجهوده، تأثيره، انسجامه. هذه كلها يعني ميدو في وقت من الأوقات آخر مواسمه بدأ يلعب مع ويست هام 1000 جنيه بالأسبوع. 1000 جنيه يعني بذاك الوقت اقل من 5000 درهم، يعني بالشهر كله ميدو في ويست هام الانجليزي راتبه اقل من 20000 درهم. هذا قال هذا مستواك انت الان، هذا سوقك. ف يعني عبد الرحيم نحييه، خطوه شجاعه جدا والله يوفقه، لانه حتى تبدي توصل صح ابدي تدريجي. علي عدنان يمكن اشهر محترف عراقي الان يلعب في الدوري الامريكي مع المحترفين. علي عدنان بدا مع نادي تركي عقده 200000 دولار بعد ما تلق في كاس العالم للشباب في تركيا، اخذوا نادي تركي 200000 دولار تجارب، ومنهم الى اودينيزي واتلانتا والان في الدوري الامريكي. لكن بتقول احنا اذا استعرض التجارب الناجحه تراها كثيره، في المقابل تجاربنا نحن لم تكن موفقه، وهذه حقيقه اللي عشناه خلال الفترات الماضيه. يعني ما في كانت تجارب، خلينا نقول كانت جيده مميزه، كانت خدمه اللاعب، لكن لم تخدم يعني منتخب الامارات بشكل عام.
هذا اللي نتكلم عنه. هناك تجارب، احنا بدينا متى تجارب الاحتراف اللي كان بشكل وهمي حتى وكانت واضحه للشارع. والله 90% 99% وهمي. هو لم تكن يعني كل اللي شفناه احنا ما كان حقيقي. احنا صراحه مش يعني اسماعيل مطر، اسماعيل مطر وفهد مسعود راحوا احتراف مؤقت لبطوله مؤقت. عمر عبد الرحمن في تجربته ايضا راح الى دوله شقيقه وليس نعم. الاحتراف خارجي نعم. ولعب 4-5 مباريات واصيب. نعم. هناك الكمالي مع اتلتيكو بارانانسي البرازيلي، هناك ايضا حمدان الكمالي مع ليون الفرنسي. ارجع للاحصائيات احسن. احنا نبي نرجع للاحصائيات احنا بس. ما هو تعرف شنو اللاعب؟ اللاعب اللي راح خلي يقول أنا لعبت وهذا اسمي في التشكيلة في القائمة الأساسية. أنا لعبت مباراة واحدة وهذا اسمي في التشكيلة. إحنا إن شاء الله. لكن أن يروح يتدرب مع فريق يتدرب ويقضي موسم ويرجع ما نعتبر احتراف. الاحتراف اللي ينزل في الملعب ويشارك ويطلع اسمه في التشكيلة وينكتب قدامه UAE هذا احتراف. عفواً أنا بس أضيف، السعودية جربت أن تبعث لاعبين ولكن اللاعبين ما كانوا عندهم رغبة يحبون يلعبون في الدوري السعودي على أن يلعبون في الدوري الإسباني، رغم أن كان الرواتب ومبالغ دفعة السعودية مقابل مشاركة لاعبينا. نعم. ورغم صحيح. هذا كله ما عطوهم فرصة ينزلون الملعب. أكيد. أنا وصل الختام. شاكر لك دكتور تواجدت معنا في هذه الحلقة. شكرا لك بالبتول. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام هذه الحلقة، وكالعادة سيكون مع كل ختام فيديو مختار من فريق عمل برنامج بركاتو لنشاهد. يعطيكم العافية. خلصنا الغش. ما خلصت انت الاسئله كلها. انا خلصنا. شو كان شعورك لما الحكم الغى هدف بصوفه ضد ريال مدريد؟ شعور محبط. اختار مباراه واحده تتفرج عليها لمده يوم كامل. كل مباراه. تتفرج على اهدافك في التلفزيون او السوشيال ميديا بعد نهايه المباراه؟ مرات. منو اكثر شخص بيناقشك في الكره غير اللعيبه؟ بعد ما حبيت ناقش في الكره. من الأفضل، رونالدو البرازيلي ولا البرتغالي؟ الاثنين البرازيلي. أوصف بالضبط بكلمة واحدة. راحة البال. طاقم الجزيرة الأبيض ولا الأحمر؟ الأبيض. منو أسرع لاعب في الجزيرة؟ عمر عبد الرحمن. منو الأفضل، فان دايك ولا راموس؟ راموس. منو أكثر لاعب جزراوي ينفع يكون مدرب بعد الاعتزال؟ خلفان. تحب الصيف أكثر ولا الشتاء؟ الشتاء. أكثر معلم سياحي وترفيهي تحبه في أبو ظبي؟ ياس. اختار لون تلبسه مع الجزيرة غير الأسود والأحمر والأبيض. رصاصي. شو كان فريقك الأوروبي المفضل وانت صغير؟ ميلان. شو تفضل، تسجل هاتريك ولا هدف الفوز في الدقيقة 90؟ هاتريك. شو الأصعب، تسجل من ركلة جزاء ولا انفراد بالحارس؟ ولا واحدة.